اهلا بيكم النهارده يوم طويل وان كان بقدر طوله الا انه ايضا ممتلئ بالحاجات الحلوه مشاهد اكتر من رائعه كنت تشوفها النهارده على التلفزيون وانت بتتابع الافتتاحات اللي تفضل بافتتاحها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مجموعه من المشروعات في قطاعات الاسكان وقطاعات الطرق مما لا شك فيه من بينها مشروعين مشروع سكن مصر وجنة للإسكان في مدينة 6 أكتوبر ده ضمن عدد كبير جدا من المشروعات التنموية، منها بقى مشروع الطرق والمحاور الجديدة والشباب والرياضة إلى آخره. بس في كلمة الرئيس، الرئيس أكد إن اشتراطات البناء الحالية بتصب في مصلحة المواطن والدولة. ودي حاجة مهمة جدا يعني لا يظن أحد أن الشروط بتاعت البناء الجديدة تبقى للقانون الجديد دي ضد مصلحته أو ضد مصلحة اللي بيبني أو ضد مصلحة المطور أو ضد مصلحة اللي بيشتري بالعكس تماما الهدف منها هي مصلحتك بالكامل خلونا نسمع جانب من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام النقطة موجودة وعليها نقاش كتير وجدل دلوقتي لا البناء دكتور مصطفي وانا بس عايز اقول ايه الربط بين الاثنين بيدي صورة للناس ليه احنا كدولة واخدين اجراءات قد قد تكون في من وجهة نظرهم قاسية قصي عليهم او او حتى هتخسرهم مش كده طيب انا بس بقول ايه يعني لو انا حطيت دي جنب اول صورة انت جبتها دكتور عاصم نرجع لصورتك اول صورة بس خالص اول واحدة بس, بس ايوه دي بس لا, لا اللي بعدها ما فضلك أو اللي قبلها، لا لا. الكتلة السكنية. بعديه لو سمحت، بعديها، بعديها. بس أيوة. هنا. طيب، أنا عايز أقول لكم على حاجة، لو واحد عنده حتة أرض فاضية هنا، أنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، أنا أخليه ابني تاني؟ أنا بس عايز أنتوا تقولوا بحكم مش هقول شغل هندسة ولا حاجة، بمنطق عادي جدا. لو حد فينا حتة أرض فاضية اقدر اخلي ابني ولا هيقول جت عليا؟ جت عليا؟ مش كده يا دكتور؟ صحيح يعني ده ليش معنى انا؟ طب لو جيت قلت له طب ماشي ممكن اخليك تطلع دورين يقول لي طب معنى انا في اللي جنبي طالع 10 ادوار اشمعنى انا؟ لو احنا فكرنا دايما على ان احنا اشمعنى انا؟ يبقى عمرنا ما هنغير معلش انا بشاور بس لزملائي ان هم يسيبوني اسمع كلمه الرئيس كويس يعني طيب الرئيس لو خدت بالك هو استعرض او طلب عرض صوره لكتله سكنيه مصمطه ليه ده كان عشان الرئيس بيتكلم على مساله الشروط الجديده في البنى انت كمواطن وانت بتشوف كتله سكنيه مصمطه بهذا الشكل يعني الصوره اللي اتعرضت قدام الرئيس انت كبني ادم مواطن انسان كائن بشري انت تشعر بالسعاده لما تشوف صوره بالشكل ده؟ منطقه سكنيه شديده الازدحام بالمباني وبطبيعه الحال نتيجه هذه المباني هتبقى شديده الازدحام بالكتله السكانيه الناس البني ادمين البشر مكان اكيد شديد الازدحام. وخد بالك انه هذه الكتله المصمطه هي الخليط طول الوقت ما بين السكن وما بين التجاري وما بين الاداري يعني محلات وعيادات ومكاتب وسكان الى اخره انت حتى كمواطن مش هتعرف تتنفس من كم الهواء التقيل بسبب كم التلوث اللي موجود مش عينيك مش شايفة حاجة كويسة انت مش شايف اي شيء لونه اخضر زي ما انت شايف قدامك كنت في الصورة اللي تعرضت قدام فخامة الرئيس ده على سبيل مثال الحصر انت كمواطن مش عارف تعيش ايه الصورة بص منظرها عامل ازاي شيء غاية في الكآبة غاية في الوحاشة شيء وحش قوي قوي لما تيجي تشوف صورة زي دي وتقارنها بالمشروعات الجديدة مثلا اللي تم افتتاحها النهارده مش هقولك يا سيدي المشروعات اللي تم افتتاحها خلال أيام كتير وشهور مضت أنا بقول لك حتى اللي أنت شفته النهارده وأنت بتشوف مباني طالعة شكلها كويس وفيها مساحات واسعة ما بين المباني وبعضها البعض وفيها مساحات خضراء وأماكن علشان الأطفال إلى آخره أكيد أنت كده مستريح لما يبقى المبنى بتاعك كله سكني هو مبنى هادئ كام واحد فينا دايما يقعد يشتكي من وجود كافيتيريا ولا مطعم ولا كذا تحت في اسفل العماره في الدور الارضي اللي هو وش العماره كمجره العاده او انه تبقى ساكن في مبنى سكني بس ساكن في الدور اللي فوقك مكان مفتوح مثلا شركه على سبيل المثال فانت طول الوقت قاعد منزعج من حجم الدوشه اللي بتبقى موجوده على مدار اليوم بسبب الشركه والموظفين والعملاء اللي بيجوا للشركه الي اخره هو ده بالمناسبه الهدف يعني الكتله السكنيه اللي انت شفتها في الصوره ولا اللي انت شايفه قدامك ده انت كمواطن تختار تعيش فين؟ هنا؟ ولا في كتلة سكنية صماء مصمطة كئيبة ممتلئة بالتلوث لا ألوان فيها على الإطلاق لا وجود للخضرة عيالك مش عارفة تلعب مش عارفة تجري نفسك تجيب لابنك ابنك لما يجي يقولك أنا عايز عجلة يا بابا أول رد هتقوله له وهتلعب بيها فين دي لانه فعلا هو الواد هياخد العجل العجله ويلعب العجله فين